شكرا معلقنا الدكتور مروان صالح. إذن انتهت احداث المباراه، الاهلي وميناء دوال الكاميروني بفوز النادي الاهلي 3-0، وجاءت الاشواط كالاتي: 25-15، 25-19، 25-20. الف مليون مبروك النادي الاهلي الى النهائي. ارجع للاستوديو وارحب بضيوفي مره ثانيه. اهلا بيك يا كابتن محمد. انا كابتن هيثم. كابتن وائل اهلا بحضرتك. اهلا بيك. الف مبروك كابتن محمد شعراوي. مبروك، عندك اكيد ما تقوله عن هذه المباراه. والله الف مبروك طبعا، بس انا شاعر ان لعيبه الاهلي نازله يعني مستهترين شويه، او حاسين ان الفرقه اتفرجوا على الفرقه استرخى شويه، اتفرجوا على الفرقه ان الفرقه ضعيفه شويه، فنازلين فيه شويه من الثقه الزايده عن اللزوم. نعم. بنلاعب لعيب واحد بس عندهم، هو نمره 13، جامب عالي جدا. ما لعبناش الارسالات القويه بتاعتنا، لان الملعب انا حاسس الملعب ضيق شويه على اللعيبه، الاعلانات داخله جوه الملعب زياده عن اللزوم، اللعيبه مش واخده راحتها في الارسال. الوحيد اللي لعب ارسال النهارده وجاب بيه نقط مباشره يمكن عادل، جاب نقطه، عبد الله جاب نقطتين. الارسال سلاحنا في كل الماتشات، ان احنا بنضغط على الفرقه اللي قدامنا. الارسال ما كانش قوي النهارده، هاجمونا بالنمره 8 ونمره 13، خدوا منا نقط كتير بسبب الارسال بتاعنا ضعيف، فكان هجومهم قوي. ما لعبناش لعب سريع كتير النهارده. البلوك عندنا برضو ما خدش نقط كتيره، لان في فرق توقيت ما بيننا وما بينهم، هم بينطوا عالي المفروض احنا نستناهم شويه، احنا بنطلع بدري معاهم بيضربوا كور من فوقينا. بس الحمد لله احنا النهارده فزنا وما فيش مشكله يعني. الحمد لله. كابتن وائل عندك اكيد ما تقوله عن مباراه اليوم، اتفضل يا كابتن. انا كنت حاسس ان اللعيبه النهارده يعني بتلعب ماتش ترجي بكره، مش ماتش دوله ان هو قبل النهائي، يعني انا حاسس ان كان كل التركيز بكره ايه اللي هيحصل، او ازاي اوفر طاقتي، ازاي اطلع بسرعه بالماتش باقل خسائر. حتى شفنا كتير زي ما قلنا في قبل الماتش ما يبتدي، ان احنا كان سلاحنا المفروض هنلعب عليه السيرف الجامد. كنا ملاحظين كتير ان قطب يوسف، حسام يوسف لما نزل، عبد الله في بعض الاحيان، صلاح، تاني كله لا، كله عاوز يحط الكره في الملعب اكتر من هو يهاجم ويجيب بونت، يسيبهم هم يلعبوا ويغلطوا. فانا كنت شايف ان هو وارد طبعا يكون، يعني احنا في بعض الاحيان كتير كان المدربين مع الفرق الافريقيه بالذات يقول انا بس احط الكره في الملعب الارسال وسيبهم يغلطوا، فده وارد برضه يكون توجيه، بس انا كان احساسي كده، احساسي ان اللعيبه لا يعني بتوفر طاقه عشان بكره. زي ما برضه اتكلمنا في الاستوديو التحليلي قبل الماتش، ان كان متوقع ان هيحصل تغيير في الحدود اللي احنا قلناها. يمكن كابتن محمد مصالح استخدم الكلام ده في الشوط الاولاني، شفنا تغيير عبد الله وصلاح في النقطه ال 20، شفنا نزل جارث يمكن اول مره نشوفه على ارسال مكان لاعب ثلاثه، لكن بعد كده التغييرات كانت محدوده قوي. يعني برضه انا دي برضه حاسس ان كابتن ميدو برضه دماغه في بكره، برضه عمال يحاسبها كتير كتير زياده عن اللزوم. في بعض الاحيان بتبقى محتاج تسيب الفرقه تاخد طريقها يعني، بس كان يعني ربنا يعني يكون في عونه طبعا، واتمنى يكون حساباته ان شاء الله موفقه، ونشوف بكره طريقه مختلفه، لان بس بكره ماتش مختلف تماما. يعني من ضمن يعني الحاجه اللي احنا برضو يعني محتاجين يعني نعرفها، يعني يمكن ارسالاتنا النهارده اللي خدنا بيها نقط مباشره كانت قليله، بتهيألي الارسالات دي ما فيهاش اجهاد، ما فيهاش حاجه، دي يمكن تدريب او احساس بالملعب او ما اعرفش. طب يعني ترجع ده لايه؟ عارف يا كابتن هيثم، كنت اقول لك كده لو الماتشات اللي قبل كده ما كانتش نسابها واضحه. لا، احنا الماتشات اللي قبل كده كان في ريتم ماشي، في ريتم كويس. فالنهارده انا تصوري، وقد يكون يعني صح او غلط، لكن انا تصوري ان النهارده كل التركيز في بكره، فبالتالي اللعيب مش مركز قوي في القوه، في التوجيه، هو بيحط الكره في الملعب ومستني رد فعل الفرقه الثانيه. وفي جميع الاحوال كان الماتش مساعدنا برضه. يعني الفرقه كان عندها مزايا كويسه، عندها قوه، لكن واضح ان الولاد في منهم جزء كبير ولاد صغيرين عندهم قوه مفرطه، لكن بيغلطوا في اوقات مهمه كثيره. انت سايبهم يغلطوا، فشخصيه الاهلي كانت سايده في الماتش شويه، فاللعيبه شايفها كان كده، كسابه الماتش يروح والنتيجه جايه كده كده. فانا ده تحليلي الوحيد للشكل دوت، لكن بكره طبعا الموضوع هيبقى مختلف تماما يعني. طب كابتن شعراوي، يمكن يعني مزيد من التحليل والضوء على يعني الاستراتيجيه اللي لعب بيها كابتن محمد مصالح حميدو مباراه اليوم. يعني يمكن هو بدا فعلا زي ما حضرتك قلت بقوته الضربه، يعني نسرد للساده المشاهدين هو عمل ايه على مدار المباراه. كابتن ميدو عكس، احنا قلنا هيبدا بالقوه الضربه عشان يركب المباراه. نعم. وبعد كده يبتدي يريح القوه الضربه ويلاعب اللعيبه الثانيه. نعم. هو بدا العكس، ابتدى اول شوطين باللعيبه. فاكر التشكيل الاولاني؟ التشكيل الاولاني كان احمد قطب، وكروس معاه حسام يوسف، واحمد سعيد، وعبد العال، ومحمد عبد المحسن، وعبد الرحمن سعودي، ومعاهم محمد معوض. ابتدى بيهم،
والاساسيين او القوه الضربه بتاعته عبد الله واحمد قعدهم ولعب بيهم الشوط الثالث. بس خلي بالك كابتن، بالرغم ان هو بدا بقوه مش ضربه زي ما بنقول، ولكن خلص 25 15، احسن شوط قدينا فيه. ما احنا قلنا في تحليلنا في بدايه البرنامج ان النادي الاهلي عنده 6 اساسي و6 احتياطي ما يقلوش عن بعض، فما ببدا بالاحتياطي زي ما ببدا بالاساسي. ابتدى بالسته التانيين كسب 25 15، الشوط الاخراني الشوط اللي هم الاساسيين لعب 25 19، لعب الاول بالتاني بالتشكيل ده، الاول بنفس التشكيل ريح الاساسي واداهم برضو فرصه ليلعبوا الشوط الثالث عشان برضو ما يبعدوش والسنس ما يروحش منهم، ولعب الشوط الاولاني والثاني بالمجموعه الثانيه. فكده اصبحت الفرقه كلها لعبت الماتش النهارده، ما اجهدش الاساسيين ولا اجهد الاحتياطي، الفرقه كلها لعبه، دي لعبه 2 جيم ودي لعبه جيم، فالفرقه كلها بتلعب مفيش مشكله. صحيح، وما كانش فيه اجهاد بالنسبه لل 12 لعيب اللي لعبوا. صحيح. طب خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع عشان نكمل كلامنا والتغطيات المستمره عن وصول النادي الاهلي نهائي افريقيا لكره الطائره رجال، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد كابتن وائل، اجل حضرتك. يمكن النادي الاهلي فعلا يعني خالف كل توقعاتنا كابتن محمد مصالح ميدو، انه بدا المباراه يمكن بتشكيل ليس هو يعني زي ما بيقولوا الستاندنج بلايرز او اللعيبه المحوريين، ولكن كل طبعا فرقه واحد، ولكن هو اثر ان هو يلاعب مجموعه من اللعيبه وفضل بيهم مجموعه من اللاعبين وفضل بيهم الشوط الاول والثاني، وده ياكد صحه كلامك ان كابتن محمد مصالح ميدو باصص على بكره اكتر من النهارده. كلامي ده صح؟ ده اكيد. انا بصراحه لو انا مدرب بتاع الترجي التونسي هبقى محتار بصراحه، هبقى محتار في الشكل بتاع او في مين الاساسي ومين الاحتياطي في النادي الاهلي، وده زي ما قال كابتن شعراوي هو ده واقع، لانه احنا عندنا اللعيبه الحمد لله كلهم كويسين، بس هي فعلا في اي فرقه بيبقى عاده في ستاندنج بلايرز او اللعيبه اللي هي دايما بيبتدي بيها، فهو لا يعني اعتقد ان محمد مصلحي يعني لخبط له دماغه شويه. هو على فكره برده هو مدرب بتاع فريق الترجي التونسي، مدرب عالمي يعني صربي، اسمه ترافيتشا واسم منتخب صربي قبل كده، واشتغل كتير قوي في المنطقه العربيه يعني بالذات. هل هو يعني مدرب منتخب او حاجه ولا كان فترات سابقه ومسك كتير في المنطقه العربيه، منها كمان يمكن في ليبيا وفي الخليج وكده، فليه خبره شويه في المنطقه العربيه. بس مدرب بس بيتهيألي يا كابتن يعني هو المباراه بكره ان شاء الله ما فيهاش كلام كتير يتقال، هي بقى يعني في الملعب اداء لاعبين، يعني يمكن مش قصدي كلام كتير يتقال، الفرقتين شافوا بعض اكيد طبعا. لا اكيد، وكل فرقه هتسعى لتطبيق نظام ضغط بالسيرف، يعني البلوكات الحاجات دي كلها يعني، ولكن هيبقى هنا الاداء في الملعب. مظبوط، كلام مظبوط، لان طبعا حتى الفرقتين يعني احنا قوام اللي لعب بيه الاهلي النهارده دوت يعني تقريبا يعني الناس دي اغلبيتها على فكره مبطل بقالي مثلا 8 سنين او 6 سنين، الناس دي لعبت كلها معايا يعني، انا بتتكلم الناس دي موجوده ولعبنا قدام الجيل بتاع تونس ده فوق ال 12 سنه يعني معروفه يعني خلاص حفظنا يعني بعض. طبعا اكيد يبقى الاداء، بس يعني مين اللي هيقدر يضغط بالسيرف اكتر، مين اللي هيقلل اخطائه، مين اللي هياخد بلوكات اكتر، مين اللي هيبقى في الملعب فايق بالظبط، انما الحاله الوقتيه بتاعت الماتش الانفعالي اللي موجود وقت والضغط الجماهير، بس الانفعالي كمان احنا عندنا دي ما عندناش فيها ازمه، احنا عندنا خبرات كبيره جدا ولاعيبه لعبت، يمكن عندنا مطعمين بواحد او اثنين صغيرين ما شافوش الجو ده ولكن عندنا يعني لعيبه كتير مرت بهذه المراحل سواء في المنتخب او في النادي، مروا بضغط جماهيري وغيره وخلافه، فاذا الثبات الانفعالي بالعكس ده يمكن ورقه رابحه عندنا. ما انت اهم حاجه لازم تكسرها بسرعه، يعني ما تقعدش فتره كبيره عشان تاخد على جو المباراه، ما انت وقت لو ما تلحقش نفسك، يعني ممكن تلاقي المباراه عدت منك بسرعه او الشوط عدى منك بسرعه، فمحتاجه تركيز والغلطات تبقى قليله، اللي هيغلط قليل هو اللي هيكسب، واللي تركيزه عالي هو اللي هيكسب. واكيد الفرقتين درسوا بعض كويس جدا، يعني في محللين اداء معاهم كل واحد حلل فرقته والفرقه اللي قدامه ومين هيلعب مين، وكل واحد حط البوزيشن بتاعه بناء على الفرقه اللي قدامه. صحيح، فدي بقى بتتوقف بقى دلوقتي على اللعيبه وتركيزهم. المدير الفني هيقعد يشرح لهم ايه العيوب وايه المميزات بتاع الفرقه اللي قدامهم وازاي نلعب قدامهم وكل واحد هيمسك مين وهيلعب مع مين. الحته دي لو كل لعيب نازل مركز هنقدر ان شاء الله نكسب الفاينل ان شاء الله ان شاء الله. طب يا كابتن يمكن اكيد كل مباراه بيبقى فيها يعني استفاده، يعني نقاط قوه، انت طالع من المباراه دي استفدت ايه؟ ايه اللي احنا استفدناه النهارده في المباراه بخلاف الفوز؟ يعني الفوز ده طبعا مهم ان انت توصل للنهائي والنتيجه مريحه 3-0، ولكن اكيد في استفادات من وجهه نظر حضرتك، ايه الاستفادات بتاعت النهارده لعبنا قدام بلوكات عاليه قوي، يعني اللعيبه الافارقه معروف عنهم ان بلوكهم عالي وجنبهم عالي جدا. صحيح. وقوه بدنيه عاليه جدا، استفدنا ان احنا قدرنا نعدي من الناس دي، ودي طبعا بتدي يعني فرصه للضريب انه يقدر يبص عشان يعدي، لو ما بصش
هيتعور. يعني لو ما كانش يبص قدامه ويقدر يعدي مظبوط مش هيعرف يعدي. نمره 2 لعبنا قدام ضريبه عاليه، نمره 13 ونمره 8 بيضربوا من عالي، بيضرب من فوق الانتنه بتاعت الشبكه. دي برضو فادتنا ان احنا برضو ازاي تاخر مع الناس دي. اي نعم فرقه تونس ما فيهاش الجامب العالي ده هوت، ولا في البلوك ولا في الضرب، في لعيب واحد بس فيهم عندهم. انما انت النهارده استفدت في الحته دي هيت، ان انت قدرت تعدي من البلوكات العاليه دي هيت، قدرت تطلع ديفنس اللعيبه اللي بتضرب من هناك. النقطه الوحيده اللي كانت عندنا فيها سلبيه النهارده الارسال. ما انا حضرتك احنا يعني الارسال فيه سلبيه كبيره جدا، في ارسالات كتيره جت في الشبكه، في ارسالات يعني النقط المباشره من الارسالات كانت قليله جدا، قليله، واللعب السريع برضو كان قليل النهارده، اللعب السريع قليل صح. فده دي طبعا نقط. حتى الضرب الخلفي اللي جاي من سته ما اتعملتش غير كره واحده لاحمد سعيد، لاحمد سعيد، والكره الثانيه هو ما كانش متوقعها او عدت عاديه صح. طب اقول لك يا كابتن برضو يعني نفس السؤال، اكيد في استفادات يعني مباراه اليوم، يعني مش بس ان انت كسبت وطلعت المباراه النهائيه، طبعا دي اكبر استفاده خلاص انا في الفاينل، ولكن من وجهه نظر حضرتك ايه الاستفادات اللي استفدناها بيها النهارده بعد مباراتنا قبل مباراه قبل النهائي؟ لا مش عارف، لا ما اقدرش اقول استفادات قوي، يعني زي ما قلت لك هي مباراه ضروريه لازم تتلعب، ويعني خطوه لازم نعديها. بس هي فعلا هي الموضوع بكره ده هيبقى يعني اعتقد كابتن محمد المصير هيقعد يفكر فيه كتير قوي. يعني احنا الشكل العام بتاع فرقه الترجي على فكره يديك تقريبا نفس النمط بتاع فرقه الاهلي، بمعنى هم عندهم بصير طويل، انت عندك اثنين بصيره يعتبروا طوال، لكن حسام يمكن مميز اكتر شويه من عبد الله في البلوك. عندهم اوبوزيت قوي جدا قدامه، الناحيه الثانيه صلاح او بلوكر عالي زي قطب. عندهم ثلاثات، احنا عندنا ثلاثات الاثنين الطوال بتوعنا احسن منهم، لكن لو لعب حد زي محسن او عبد الرحمن مع عبو او عادل هيبقى في واحد قدام واحد، لكن لو لعب اثنين طوال زي عبو ودوله هيبقوا الاثنين مميزين عنهم في الطول وفي الضرب القوي، ويمكن في ضم البلوك، في ضم البلوك لو قدرنا ناخد بصيرف. عندهم اربعات، ولد قصير زينا بن توفيق اظن اسمه، زيه زي يمكن عبد العال عندنا، او يمكن لو حطيناه في كفه سعيد، سعيد اعلى في الجامب، لكن الولد كويس خبرته هايله. واعتقد هو معاه محترف، بس ما اعرفش يمكن يكون محترف في اربعه، ما عنديش فكره. فانا قصدي ان التيمه او الشكل بتاع الفرقه يعتبر واحد. فانا اعتقد والله اعلم يعني، لكن انا يمكن دي هتبان بكره، ممكن يكون بدايه النهارده التشكيله دي ممكن تكون وارد جدا تكون دي التشكيله الاساسيه على فكره بتاعت النادي الاهلي. لان انا اعتقد ان الكابتن محمد مصلحي ممكن يفكر في وقت ان هو لازم هيعلي بلوك. لازم ان هو بالظبط يعمل ريسك على موضوع البلوك، لان هو معروف ان صلاح وعبد الله مهاريين وحماسيين. قطب وحسام اعلى في البلوك واقصى قوه في السيرف. فهي التيم هو عاوز يوجه الماتش ازاي ويلاعب ازاي الترجي، انا شايف ان هي بنسبه كبيره فيها حته الشكل بتاع البدايه بتاعت النهارده. مش عارف ليه، طبعا هيبان بكره يعني. طبعا الحسين هيبقى ليه وضع، ليه مكان، ليه مكان، بس هل زي ما اتفقنا الحسين هيبقى له مكان؟ لان هو لازم يلعب. حسين دلوقتي انا شايف ان هو فنيا احسنهم، احسن لعيب اربعات، مش هم بيقولوا 22، لكن انا بقول اعلام فنيا. بس لكن الحسين يمكن عنده حاجه ممكن تخالف شويه اللي حضرتك قلت، انه عنده البلوك مش عالي. هل ده ممكن يبقى له يعني؟ اتفضل حضرتك، انا بالنسبه لي الثلاثه بتوع اربعات نفس البلوك بالنسبه لي انا. لكن انا ساعتها لو انا هبقى مدرب اقول طب انا عاوز اثبت يبقى في الديفنس وعندي قوه في الهجوم. حسيني هجومه كويس مميز، بس حسيني جنبه زي احمد سعيد بالظبط، لكن اعلى من عبد العال يعني هو اقل لهم في الجامب هو عبد العال. وارد يكون فكر محمد مصرح ان هو ما يديلوش حته الخض الاولانيه، يخليه ياخدها بره بالظبط. حسيني بس خلي بالك، يعني هو عنده بره، عنده امكانيات. انا بقول لحضرتك بالنسبه لي هو، انا بالنسبه لي افضله يكون موجود في الملعب. بس حسين لاعب بطولات عالم، لاعب اثنين بطولات عالم يعني، فما عندوش ما عندوش الرهبه القويه. ده اللي كان شعراوي. لا افريقيا وضع تاني، وجماهير الترجي ليها برضو وقع سوي. يعني انا بشبههم شويه بالالتر ستار الاهلي، يعني ليهم وقع هيبه كده في الدخله شويه. فوارد وارد يبتدي بيه ويديله فرصه، وارد يخليه كباك اب. قصدي اقول لك ان المباراه صعبه على الجهاز الفني. اكيد اكيد، لا اكيد طبعا، بس هو ورقه رابحه يعني. انا ممكن دلوقتي انا كمدرب في وقت بغامر بولد صغير بيبقى نجم بعد كده. يعني النادي الاهلي معروف ان دايما بيبقى مولد النجوم، مولد نجوم في المباراه الكبيره دهيت. فجاه بتنزل لعيب بيغير لك سير المباراه، وما بيقالش حد عامل حسابه خالص، وبيبقى مولد نجم. فممكن حسيني ده ينطلق في مباراه زي كده، وده ورقه مش محفوظه، لان هم مش احنا ما اختلفناش، هو اكيد هياخد اللعيبه بتاعته. ما شافتوش اللعيبه الكبار بتوع تونس، ما شافتوش دهوت.
طب احنا ليه النهارده ما لجناش للعب السريع عشان نهرب من البلوكات العاليه؟ يعني ليه النهارده انا شفت كوره ولا اتنين بس، واللعب السريع مع التلاتات بيبقى شكله حلو وبيبقى الكوره بتبقى رايحه والملعب مكشوف وبتبقى خطفه جميله. البلوك ليه النهارده البلوك بتاع الفرقه الكين النهارده عاليه قوي قوي. لو انا النهارده اديت الكوره ببلوك مفيش حد هيعرف يعني هياخدها منك، هياخدها منك. فانا بعمل ازاي كصانع العاب؟ لما بلاقي البلوك طلع بضطر اقوم فاتح للعالي، انا كده عملت اللي عليا، طلعتك بسنجل بلوك. انما لو اديتك كره سريعه ببلوك مش هتعرف تعدي منه. صح، لان انت بالعكس الكره السريعه عايزه من غير بلوك، من غير بلوك. لو اديتها له ببلوك مش هيعرف يعدي. فانا كبلاي ميكر على وش الشبكه، على انا كبلاي ميكر بيطلعك فاضي خالص، يطلع الضريب فاضي خالص، يطلعه بسنجل بلوك. لو انا طلعتك بسنجل بلوك ناجح، لو انا اديتك كره سريعه ببلوك يبقى انا فشلت. بس النهارده شفنا صلاح الحقيقه يعني في كذا كوره كان خدها يعني كانت بتبقى طالع على بلوك بس مثلا بلوك مشروخ، وشفنا صلاح يا اما خدها على اللاين يا اما ضربها ما بين البلوك في نص الملعب. يعني قصدي اقول لك ان برضو الدريبه بتوعنا يعني خبره صلاح، خبرته عاليه يعني جدا صلاح. ان هو بيشوف قبل ما بيشوط، شايف ايه اللي بيشوف، الكره الزاويه مقفوله يضرب خط، الخط مقفول بيضرب زاويه. يعني صلاح مش ضربه كله واحد، في الشوط الواحد بينوع الضرب بتاعه على حسب البلوك اللي قدامه. وبرضو النهارده الحسيني، يعني انا بتكلم على الحسيني مثلا، في ميزه كمان الحسيني انه بيقدر يضرب في زاويه صعبه. انا شفته في كذا ماتش الكره بتترفع له بيضربها في زاويه، يعني بيبقى الشبكه بيضربها تحت في زاويه انا ما شفتش الحقيقه حد بيضربها بالزاويه دي، وبيجيب بيلف بكتفه بشكل يعني دي برضو بتخليه نوع من انواع الهروب بالبلوك. احنا متفقين طبعا ان عبد الرحمن، يعني على فكره عبد الرحمن برضه احنا مش ما نقعدش نقول برضه صغير صغير صغير، هو عبد الرحمن خلاص دلوقتي 22 سنه اظن. فبرضه يعني احنا يعني احنا ايامنا كنا بنلعب باللعيب المميز بيلعب من 18 سنه في الدرجه الاولى، فطبعا لا هو يعني انا قصدي ان هو برده ابتدى ياخد فرصته يبقى لعيب كبير، هو لعيب مهاري تماما. لكن برده المدرب ليه حساباته، المدرب ليه ورق واحصائيات وليه رؤيه. وارد جدا ان هو وارد ان احنا ما عندناش كل الاحصائيات المتاحه، لكن وارد جدا يكون احصائيات الناس اللي موجوده بتلعب احسن فترات، وارد يكون ان هو محتاج ثبات في مهاره معينه فمخلي عشانها لعيب معين. فهي كلها حسابات مدرب، وزي ما قلت لحضرتك هي انا اعتقد يعني ما اعرفش ميدو هيعمل ايه بكره، بس اعتقد ان هو ممكن ما يبتديش بيه، بحيث ان هو الحومه البدايه بتاعت الفرقه كلها والضغط الجمهور والكلام ده كله يبتدي يعدي، ويبتدي بعد كده يبقى ليه تواجد مؤثر ان شاء الله باذن الله. طب خلينا نتكلم على الثلاثات، الثلاثات بتاعتنا النهارده سواء عبو سعودي مش عارف ناسي حد انا ولا يعني محسن. تقييمكم ايه النهارده لاداء الثلاثات؟ يعني الثلاثات يعني هل النهارده كانوا موفقين في البلوكات، كانوا موفقين في 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 الضرب مثلا؟ يعني انتوا شايفين النهارده تقييم الثلاثات ما حسيتش بيهم انا قوي؟ عادل، وهو ما كانش فيه لعب كتير، عادل كان موفق النهارده في البلوك، اكتر واحد اخذ بلوكات وضرب وضرب كورتين سريع وضرب كورتين تشانس جايين على سنه الشبكه ضربها حلو. الباقي ما جاتلوش الفرصه انه يعمل كده، مش قله اداء قد ما هي خلاص ما فيش فرصه. اللعب مش مساعدك ان انت تضرب سريع، ولا الاستقبال مساعدك ان انت تضرب سريع، فخلاص هشوف ايه منه. رايك كده يا كابتن؟ زي ما قال كابتن شعراوي، هي في بعض الاحيان طبعا نسبه او مكان الاستقبال في الملعب بيحكم. انا اعتقد النهارده ان نسبه الاستقبال للنادي الاهلي ما كانش عاليه قوي، ما كانش في كور كتير بتوصل في منطقه يتم فيها تحت فرصه الضرب السريع، ولما كانت الكور بتوصل نسبه منها كبيره كان زي ما قال كابتن شعراوي بيتم استخدامها ان هو طلع الاطراف بسنجل بلوك او ببلوك واحد بس فردي عشان يسهل مأموريته، فبالتالي كانت التحميل عليهم ما كانش عالي قوي. لكن انا شايف او اتمنى ان بكره ان يكون استخدام السريع بصوره اكثر، لان انا شايف ان بكره فعلا هيبقى عندنا الثلاثات دول احسن بالظبط، وعندنا الطرف اللي هو الولد اللي هو القصير بتاع اربعات عندهم لازم يتم استخدامه، بالذات لو كان الاوبوزيت عندنا لعيب امامي. دولت لازم نشتغل على الجزء ده من الملعب عشان يسهل الدنيا على نفسنا شويه، عشان تريح الاطراف. انا النهارده لازم اشغل ثلاثات سريع عشان الاطراف الاوبوزيت واللي بتاع اربعه يفضل يقدر يضرب بالراحه، ما يفضلش اجيب البلوك في نص الملعب طول الوقت اضرب بدبل بوك. انا هاجي هتعب في الاخر. اولا انا بستقبل بتاع اربعه ده اساسي استقبال، وبهاجم لما انا كل مره بستقبل وبهاجم بدبل بلوك بعد 10 15 كره هقع، وخصوصا لو الفرقه اللي قدامي ركزت عليا. في وقت من الاوقات في مدربين واللعيبه او الفرق بتركز على لعيب تطلعه بره الفرقه خالص، بفضل اركز عليه، ارسال 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 ضرب ارسال ارسال يجهد، او نفسيا او فكريا تلاقيه طلع خرج بره المباراه خالص. فدي نقطه برضو لازم ناخد بالنا منها.
طب يا كابتن وائل، يمكن في بعض يعني المدارس يقول لك يعني انه لما الكره بالسيرف بيجي لي وانا بستقبل السيرف، مثلا لو اربعايه او وات ايفر الاوبوزيت حد استقبله، ايا كان مين اللي استقبل السيرف اللي جاي لي، الكره بتروح للبصير. هل انت شايف انه طبيعي اردها للي استقبل هو اللي يضرب؟ حاجات كتير ليها اعتبارات كتير قوي. يعني اولا موضوع الرافع ده يعني من ضمن الاعتبارات، يعني ان في بتبقى خصائص معدين، ويمكن كابتن عشان يشرحها اكتر احسن مني. يعني في معد لما بيجي له استقبال من الجزء الشمال من الملعب اوتوماتيك بيقلب الكره الناحيه الثانيه، في معد كده، وفي معد بيسموه ان اللي هو الرجليه، يعني في حاجات شويه تشريحيه للكره لما بيجي له بيحب دايما يرفع لقدامه. فهي دي جزء في الاعتبارات. جزء تاني لو كان اللعيب يعني زي ما حضرتك قال كده كابتن شعراوي مضغوط وانا عاوز اخرجه او احسسه ان هو ليه دور، فلازم اديله يعني بيستقبل، طب اديله خد خلصها عشان تبقى تحسس ان انت استقبلت كويس وضربت. لو كان مضيعها قبل كده ممكن برضه اديله تاني. فهي بتبقى في اعتبارات في التكتيك بتاع الملعب عموما. لو انا مدرب من الاول احنا قايلين في تكتيك في المحاضره ان انا بلعب على انهي بلوك صحيح. او انهي جزء من الملعب او ايه يعني الاولويات. هي مش مبدا ان انا هي لا هي مش يعني مش ثابته. ممكن اللاعب الاستقبال اللي استقبل السيرف ارفع له تاني، بس دي مش يعني سبتة مش ثابته وعلى حسب الموضوع ده كله يا كابتن هيثم بيبقى توقف على البلاي ميكر او صانع الالعاب. لذلك احنا بنقول ايه، اعمل بلاي ميكر او اعمل صانع العاب وتبني عليه فرقه، هو ده اللي بيقدر يحرك الناس كلها. البلاي ميكر هو عارف وائل العادي بيشوط ايه وبيحب ياخد امتى ومنين وفين. واحد زي احمد صلاح مثلا، انا كبلاي ميكر المفروض ما ينامش مني. احمد صلاح لو قعد 3 4 كور ما شاطش ممكن يقعد منك من الماتش ما يلعبش. اروح وارجع له، اروح ارجع اروح لازم العبه. وفي لعيب ما اقدرش اقرص عليه كتير، وامتى ادي اللعيب ده الكوره وامتى ما اديهالوش. نعم. في وقت من الاوقات البلاي ميكر جينا في النقطه ال 24 23 قربنا، لازم حدي لي فلان، ببقى انا عارف ان ده هو اللي هيشوط وبقول له انت اللي هتاخد الكره ديت. في لعيبه بتبقى تحت عين البلاي ميكر ما بيقدرش يستغنى عنها في اوقات معينه، لازم ادي له الكره دي اللي عارف هو اللي هيخلصها لي. نعم. خلينا على حسب من ضمن الاحصائيات اللي بتحصل، مثلا زي كابتن شعراوي قال كده، يعني مثلا في احصائيات بتطلع لاخر 5 بونت من اول من فوق ال 20 اشوف البصير بيرفع ازاي، فبقى عارف ان هو فعلا بيحمل على انهي لعيب في النقطه المهمه. يعني في سكاوتنج اثناء المباراه نفسها طبعا مش بس المباريات السابقه. طبعا اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن مباراه الغد نهائي افريقيا. الاهلي وغالبا هيكون الترجي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن شعراوي اجل حضرتك، بكره مباراه مهمه، يعني خلاص تقريبا هيبقى اكيد الترجي هيفوز على بطل رواندا وهيتاهل المباراه النهائيه. لو انت يعني اللعيبه سمعك، ايه النصيحه اللي ممكن توجهها للاعبين ليلة ماتش الفاينل؟ أهم حاجة دلوقتي التركيز، ولا ما فكرش في أي حاجة غير المباراة. والمحاضرة اللي هتتعمل لازم أسمع المدرب والمحلل عشان كل واحد يعرف واجباته إيه أثناء المباراة، نبقى عارفين نقطة الضعف فين، سواء في حائط الصد، سواء في الاستقبال، سواء في الضرب عندهم مين بيضرب اكتر كور، مين بيضرب سريع، مين بيضرب عالي، زوايا الضرب ايه. ابقى نايم بحلم بالمباراه، انا هعمل ايه، انا كلاعب ثلاثة هعمل ايه، هفضي السكه اللي بتاع اربعه ازاي، هفضي السكه اللي بتاع اتنين ازاي، هعدي ازاي، الاسال هلعبه فين. التركيز ده اهم حاجه، لازم تحلم بالمباراه وتنفذ اللي بيتقال لك تفصيليا، مفيش حاجة تعدي منك، كل نقطة مهمة. ولازم ما اسرحش في المباراة، لازم أفضل طول الوقت مركز 100%. دي مباراة بطولة، بطولة، ما صعبش الأمور على نفسي، لازم ألعب إرسال جيد، لازم ألعب سريع، لازم ألعب بلوك عالي، كل حاجة أعملها، ومفيش حاجة أسيبها للظروف، لازم أبقى نايم حافظ أنا هعمل إيه. وإن شاء الله بكرة هيبقى في تمرين الصبح أكيد، تمرين خفيف، لازم يبقى فيه تركيز كامل وابعد عن اي حاجه وابعد عن اي تفكير. كل تفكيري دلوقتي ان انا ارجع بالكاس، ارجع بالبطوله. دي نقطه هتتكتب، تاريخ بيتكتب لكل اللعيبه، تاريخ بيتكتب للعيبه. فبتمنى الفوز ان شاء الله بكره. ان شاء الله يا كابتن، انا اشكرك على الرساله دي. يمكن كابتن وائل، كابتن محمد شعراوي ركز يمكن على النصائح الذهنيه. تركيز، لانه فعلا ما فيش حاجه تقدر تقال غير كده.
فركز يمكن على النصائح الذهنيه واهمها كان التركيز. انت حضرتك لو من وجهه نظرك حضرتك لعيب كبير ومريت بده عشرات المرات، تدي للاعبين زمايلك او اللي انت زميلتهم او الصغيرين نصيحه ايه يا كابتن؟ مفيش، هو والله يعني بص ده ماتش اخر ماتش في السيزون، فهي الفكره خلاص يعني ما بقاش فيه حاجه تتعمل، يعني ما بقاش فيه اخطاء ممكن تتصلح، ما بقاش فيه حاجه فنيه ممكن تتقال زياده اكتر ما قال كابتن شعراوي، بس انا اركز عشان استجمع خبراتي السابقه واللي انا خدته. فانا اللي طالبه بس ان احنا لازم نلعب بحماس جامد جدا، لازم العب لاخر بونت. الماتش غالبا هيبقى ماتش طويل، صعب جدا ان متهيألي الماتش بكره يخلص 3-0 لاي طرف من الطرفين، الماتش في الملعب وماتش طويل. هم عليهم حاجز نفسي علينا، انا شايف ان احنا يعني في حالتنا دي احسن كثيرة من مستوى المنتخب على السنتين ثلاثه اللي فاتوا كفرقه وكاداء. لعبنا ماتشات في مصر اقوى من الماتشات من ماتش انا شايف كده اقوى، يعني قد يكون مستوى الترجي اقل بصراحه في المستوى شويه كمستوى عام، مش تقصيرا منهم ولكن لا، لان المستوى في مصر كان عالي جدا جدا. ماتشات نهائي الدوري ونهائي الكاس كان ماتشات في غايه الصعوبه والقوه، في نادي الزمالك كانوا عاليين بالظبط بالظبط، الماتشات كانت حلوه قوي قوي قوي، يعني ماتشات مستوى فولي عالي. فانا يعني صدقوني مش هيلاقوا الماتش بالصعوبه ديت اللي هم قابلوه قبل كده، فهم قادرين ان هم ان شاء الله يطلعوا احسن ما عندهم، ينهوا السيزون بشكل كويس، يفرحوا بيه جمهورهم ويفرحونا ومصر كلها ان شاء الله، ننهي سيزون حلو ان شاء الله يعني. يا رب ان شاء الله يكون المكسب حليفنا. كابتن وائل العايدي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتينا وشرفتينا. شكرا. كابتن محمد شعراوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدير اكاديميه النادي الاهلي، بشكرك نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا كابتن عصام، متشكرين جدا، وان شاء الله نبارك لكم بكره ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، ده كان جوله من جولات استوديو الابطال، ولكن جوله خارجيه كانت في تونس مع ابطال الكره الطائره. انتظرونا بكره، عندنا ماتشين، الماتش الاول وهو النهائي للكره الطائره باذن الرحمن من تونس من مدينه قليبه، هنذيع الفاينل اهلي واتحاد. ده بالنسبه للكره الطائره والكره الافريقيه، الاهلي والترجي، انا اسف، الاهلي والترجي. المباراة اللي بعديها هتكون كرة السلة، نهائي دوري السوبر، المباراة الخامسة إن شاء الله في تمام الساعة 8:30، والمباريتين هينطلق قبلهم الاستوديو التحليلي قبلهم وبعدهم. عندنا بكرة يوم حافل بالأحداث الرياضية، ما تبعدوش على شاشة قناة النادي الأهلي. بشكركم شكرا جزيلا.